الآن الكبيرة الموفة لخمسين، يعني الكبيرة الخمسون، أذية المسلمين واشتمهم، يعني اللي كي أذي المسلمين بدون حق وتيشتمهم، يعني أذية تتكون باللسان كما قلنا في الاعتداء، وتتكون باليد، وتتكون في العرض، وتتكون في الدين، وتتكون في الولاد، وتتكون حتى في الحيوان ديال الإنسان. إذا قلت له مثلا شوف الكلب ديالو جيعان وكذا إلى آخره، بخيل وكذا، تهذه دخلات. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بحال اللي قلنا البارح، هذوك اللي أذوا مسكين سميتو فاروق حنيف، أذوه بغير ما اكتسب، بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ونسبوا له الفخ، قالوا له فين منين جبتي ديك السيارة اللي عامرة بسلاح. والله وقال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، بعضكم أيها المؤمنون، راجحة من عوام راهم غلطانين. منين تنتكلموا في المبتدعة ونبينوا الحنوشة ونبينوا العقارب وبنو سميتو ونحضروهم، يقول لك هذه غيبة، سير اجلس جلس في دارك باش ما تسمعش الغيبة، وإلا راه كتب المسلمين عامرة بالغيبة، الكتب اللي صلحوا التعديل كلها غيبة والنميمة، هذاك خايب، هذاك ما مصلح شيء، هذاك زنديق، هذاك سيء الحفظ، هذاك شيعي، هذاك هذا كذاب، هذا يخطئ، هذا احترقت كتبه في اختلاط، وهذا وهذه كلها غيبة. اللي ما بغاش يسمع الغيبة ما بقاش يجي. احنا ما عندنا هنا غير الغيبة في المبتدعة، حتى يهديهم الله تعالى ولا يموتوا ولا نموتوا احنا. صراع بين الحق والباطل الى يوم القيامة. ولا ما كتعقلوش، ما قرينا شيء يعني شرح السنة للبربهاري، يعني فيه عجب المتعجب، هاد باقي عاد ما تنقتنعوش. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله، يعني أكفس منزلة ديال الناس عند الله، من ودعه الناس اتقاء فحشه، كل شيء تهرب منه بالفحش ديالو والأذى ديالو والمصيبة، حتى واحد ما يبغي يجلس معاه ولا يتعاشر معاه، هذا هو شر الناس، منزلة الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. الله تعالى ما تيبغيش الإنسان فاحش متفحش، يتكلم بالكلام القبيح، يبغضه، عندكم مشكلة يبغضه لا. وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، هذا نداء محذوف الياء، يا عباد الله، إن الله وضع الحرج إلا من اقترض عرض أخيه. الله تعالى تيسمح وضع الحرج إلا من اقترض عرض أخيه، فذاك الذي حرج أو هلك. والعرض ديال الأخ المؤمن المسلم كما قالوا لا سيما العلماء، لحوم العلماء مسمومة، هاد الحركيون دابا وهاد المصيبة وهاد الجماعات، يعني شحال تيتكلموا في العلماء، مصيبة كحال تكلموا في خيرات العلماء اللي موجودين في الدنيا، يتكلموا في الشيخ الألباني حفظه الله، ويتكلموا في العثيمين حفظه الله، ويتكلموا في الشيخ بن باز حفظه الله، ويتكلموا في الشيخ حماد، ويتكلموا في الدكتور الرابع الهادي، ويتكلموا على كل حال، يعني خيرات العلماء اللي موجودة الآن يتكلموا فيهم، الفكية ديالهم هي بغض العلماء، لا سيما العلماء اللي عايشين في الجزيرة العربية. كاين واحد الجماعة الهالكة ضربها الله تعالى، وقال لهم الشيخ ديالهم بأن الثلاجة ديال العلماء هي السعودية، مرة يقول لهم ثلاجة، مرة يقول لهم مقبرة، مرة يقول لهم علماء البترول، وما يقول لهم على كل حال. واحد المرة مشاو عندو شي وحدين قالوا له اش ظهر لك في استاذ برياز وكذا،
قال له ما تسمعوا له شيء اخر في السعوديه. زعما اللي قرا في السعوديه ما بقى عنده حق كاع عند هذا مره واحده. يعني داس في الثلاجه. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. هذا الشيء اللي كاين على المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، الدم ديالو والعرض ديالو والمال ديالو والولاد ديالو والدين ديالو والولاد ديالو، ما تعايلو حتى بحاجه، ما تكلم حتى بشي حاجه. التقوى ها هنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. يعني يكفي من الشر الانسان ان يحقر واحد المؤمن لانه فقير وضعيف وكذا، واخا عنده الايمان قوي يحتقروه، هذه معصية كبيرة. إذا شاف واحد البرجوازي حتى الاستبرا ما تيستبرا شاي تيوقروا ويحترموا. إذا تكلم الغني في هذا الزمن يقول صدقت يا هذا وقلت حقا، وإذا تكلم الفقير اسكت يا هذا لقد قلت ضلالا. لذلك ما عمركم تشوفوا شي فقير نجح في البرلمان، يعني كيتشراو بيناتهم تيبيعوا هذا الشيء بيناتهم وصافي، اللي عنده الاغلبيه ديال الفلوس كيديها وصافي. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم. المسلم اخو المسلم، ولكن مش عابد الاصنام واللي تبلغ واسمع يعني ما بغاش يرجع، واش هذا اخوك مسلم؟ اما الجاهل المسكين الغافل عايش في رؤوس الجبال وفطرة طاهرة إلا علمناه يتعلم، هذا المسلم أخو المسلم. لا يظلمه، ما تظلموش أنت براسك، ولا يخذله، يعني يكون مظلوم مسكين وعندك باش تنصره ما تنصره شاي، تخلي الأعداء، ولا يحقره ما تحقره شاي، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخرجه مسلم، يعني معصية كبيرة تحقر واحد المسلم. علاش؟ لأنه ضعيف أو لأنه بينك وبينه الأمور ديال الدنيا وهو من المتقين، وهذه غلط. هذه الإنسان يضيع الأخوة الدينية بسبب الدنيا معناه بطلة. يعني أخوة ديال الدين ما كتقطعهاش الغرض ديال الدنيا نهائيا، ولو معناه تخاصمنا على شي فدان ولا شي حاجة ولا سبحان الله كان سالك فلوس ونسيتيهم ولا ضربتك الحساب ولا سمي حاجه، يعني نلتزي الشرع ديالنا اليمين، ولا يعني واحد يحلف وسميته ونبقاو خوت. اما يعني ذاك الايمان راجل متقي وسميته لان انت واهم ولا يمكن عنده الحق وانت واهم وتقطع الاخوه الاسلاميه، هذا غير، هذا حرام ما يجوز ابدا. وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كذلك الزنادقة الآن المنافقون منين يشوفوا شي متحجب يقولوا هذول تيبيعوا الكيف، تخبعوا تحت الحجاب، قال الحجاب قالك باش يبيعوا الكيف، يبيعوا المخدرات ويبيعوا كذا، والتي يقول لك ايش تيديروا هادو كاع ما عرفتوهم. هادو يحبون ان تشع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا لهم معذبين بعدا وفي الاخره كذلك ولعذاب الاخره يشد وابقى. سوره النور 19. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، يعني تسب المسلم فسوق. اش معنى فسوق؟ خروج عن الجدة، خروج عن الطريق المستقيم، خروج عن الدين الصحيح. وقتاله كفر، قتاله ماشي قتله، قتاله كفر، معناه بدأت تقاتل معاه. مع أن في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذا معناه ولو تقاتل مع أخوك المسلم ماشي كافي، إما دولا مع دولة وإما قبيلة مع قبيلة وإما أخ مع أخ وإلا سميتو، هذا ليس بكفر، وإنما كفر نعمة الأخوة.
ماشي معنى تسمع الحديث تأخذ على ظهرها مثل الخوارج على ظهرها صفيرة كافر. وهذاك الملعون ديال الناظور دابا قال لهم حتى الحج ما بقاش ومشى عملوا قال له علاش مشيتي؟ قال لهم مشيت نتسارى. طيب وقتاله كفر معناه كفر لنعمتي اخوتي الاسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه. ها المصيبه لما كيتيقش فيه الجيران ديالو لا يدخل الجنه يعني مصيبه. ولكن خرجوا العلماء معنا لا يدخل الجنه ابتداء اذا كان مسلما موحدا لا يدخل الجنه ابتداء، اما اذا كان موحدا لابد ان يدخل الجنه سواء طال الزمن او قصورا. لفظ مسلم وفي الصحيحين والله لا يمين والله لا يمين والله لا يمين. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يامنه جاره بوائقه. ومع هذا القسم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عند استقصاء النصوص كلها معنى انه لا يمين ايمانا كاملا. اما خرج من الاسلام كله لا، نصوص اخرى ما تقبل شيء. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقولوا لهذوك الناس اللي تيقولوا السلفيين تيكفروا الناس، راه ما تنكفروش هما اللي تيكفروا، حنا ما تنكفروش. شوف حنا قلنا دابا اللي ماشي مشرك اللي ما كفروش الله والرسول حنا ما تنكفروش. وفي لفظين على الشرط الصحيحين لا يدخل الجنه عبد لا يامن جاره بوائقه، يعني اللي يضر الجيران ديالو ما يدخلش الجنه. وقلنا ابتداء، ولكن اذا كان كافرا مثلا لا يدخلها لا ابتداء ولا اخيرا. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. يعني فين هاد حق الجرى الان؟ فين هي؟ اللي تيامن بالله ويؤمن بالاخره يوم الاخير ما يؤذي الجيران ابدا. متفق عليه. وفي لفظ مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. يعني اذا بات يخليوك تتنعس يجيب لك الزبل ترى باب الدار كيخليوه، باب الدار ديالك باش تبقى باب الدار ديالهم نظيفه. ولا كتشوف المراه في الزنقه ما تشوف حد وترمي الروس ديال الحوت قدام شي واحد اخر. يعني الاعمش عن ابي يحيى مولى جعده قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله ان فلانه الا ان فلانه تصلي الليل وتصوم النهار. قيل يا رسول الله ايه وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها. لكن بدات اللسان صعبه سليطه، فقال لا خير فيها هي في النار، لا خير فيها هي في النار. صححه الحاكم. اخرجه البخاري في الاداب المفرد فتح ومسلم. على كل حال صحيح هذا. غادي نقزو لان ما صحيح شاي لنقراه. روية عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا ما حسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. هذا غير صحيح. إذن هذا ما نقولوش فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا كاع ما نعتبروش. اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. ايوا هذا بعد ضعيف هذا مثلا. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر، هذا استقبيل بعد، او قال عدو الله وليس كذلك الا رجع عليه. متفق عليه تيرجع عليه ذاك الشيء اللي قال هو. عن صفوان عن عمرو عن راشد بن سعد عن راشد بن سعد وابن نغير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم من السماء السبعة عند الله تعالى داز على الناس عندهم أظفار ديال النحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، تيخمشوا وجوههم والصدور ديالهم. قلت من هؤلاء يا جبريل، لأن يعني النبي لا يعلم الغيب.
كان واحد اللبناني جاء في الستينات ودار الدرس في الجامع الكبير وصاح ورفع صبعه وقال: ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر. وهذا كان يرد على جامع الصوفية كلهم الخبتاء. فجامع الصوفية فيما كانوا الخبتاء الصغار والكبار يدعون أن النبي يعلم الغيب، وماشي غير النبي، الشيوخ ديالهم لهم مكشفات، ومكشفات معنى علم الغيب. فقال: الذين يأكلون لحوم الناس، هذه هي الغيبة، الغيبة في موضعها. إنسان مؤمن ماذا الكوال ومسميته بدأ تتكلم في عباد الله ويقعون في أعراضهم، لأن احنا من تنتكلموا على المبتدعة ماشي في العرض ديالهم تنهدروا، تنهدروا في البدعة. والذي ابتدع ما تنقلوا شيء مرته ولا عرضه ولا لا، ما تنقلوا شيء، تنتكلموا على البدعة والمبتدع. ويقعون في أعراضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر الإنسان يشتم باه أمه. قالوا له: على كاين اللي كيشتم باه أمه؟ قال لهم: ماشي داكشي كتفهموا نتوما، يعني تشتم با ديال شي واحد وهو يردها لك، إذا أنت اللي شتمتي با. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ زعما ما موجودش هذا كاع، ما مصورش، ما يتصورش. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. ولكن في زمن النبي ما يتصور شيء، أما في الزمان شنا حنا؟ أنا شت رجل ضرب مع باه ومجروح كاع، مجروحين بجوج، وكاين اللي قتلوه وكاين اللي هذا أكثر من السباب. أما في بلادنا شت واحد ضرب مع باه، ولكن باه يعني مصيبة عادياني الله بجوج، حتى واحد ما يركعها. يعني شت أنا كل شيء حمر بالدم مالو كاع ضرب مع باه. يسب الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وفي لفظ: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، فكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن كل من سب أبا الإنسان فقد سب أباه. إذن معنى من اللي بغيت تلعن راه تلعن باك وصافي. إذا الإنسان يحضر لسانه، ولا تقدم لنا بأن المرأة لعنات الناقة وحيد لها النبي داك الشيء اللي عليها وقال لها خليوها راه ملعونة ما تمشيش معانا. الناقة، الناقة ملعونة، مشاك بنادم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق والكفر إلا ارتد عليه. يا فاسق يا كافر، إلا ماشي هو فاسق ولا كفر قد يرجع عليه هو، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ما سبوش الأموات، راهم مشاو لذاك الشيء اللي قدموا. سيجدون أعمالهم من خيرا فخير وإن شرا فشرون. على الكفار مسلمين، الكفار لا حرمة لهم، مشرك كذلك، المعاند لا حرمة له. وعلاش اللعنة؟ واش داش اش نستفد معنا إلى لعنته بها؟ ما نسبو شيء، ما نلعنو شيء. نقول أنا لعنة الله على الكافرات والظالمين ونستريح. مثلا بحال مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب الله يجازيه خير في مصر في جدة، قالك من انت نصلي انا على الميت في هذا الزمن هذا الى عرفته، كنقرا الدعاء تنسمى تنقرا ليه الدعاء، الى ما عرفته شاي تندعي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الى كان راه داخل ما كان شاي ماشي شغلي. يعني قالك اللي ما عرفته شاي ما ندعي ليه. وكذلك عندنا واحد الايه اللي ما تعرف شيء يقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذا كان من هادو راه دعيت إليه ما كاين شيء، مات على سبيل النبي ولا المؤمن ولا شيء، إلى الجحيم.
ما يتق... أول بس الله على أبي لا سميته كيفش عبد الله بن أبي هو تقبلها الله تعالى ولا تصل على أحد من متابه ولا تقم على قبره وصلى عليه وأعطاه البوردة ديالته وتدفن فيها على حساب ولده اللي هو مسلم وشي مكان شعلت عليه نار